توقع برج الحمل ليوم الجمعة الموافق 11 أغسطس 11 آب 11/8/2023. هتتمكن من إنك تنجز كل المهمات بجهودك المخلصة، هتمكنك شجاعتك وتصميمك من إنك تحقق كتير من المعالم النهاردة. بالنسبة ليك مهنيا هتبقى قادر عشان تقدم نوعية جيدة جدا من مهامك في الشغل، ممكن تحسن بيها مهارتك الخاصة. هيبقى شغلك النهاردة موضع تقدير من قبل كل رؤسائك. بالنسبة ليك عاطفيا هيكون الموقف والنهج تجاه شريك حياتك هيتيح قدامك تطوير واضح جدا لعلاقة ناضجة بعضكم البعض، هينعكس ده بدوره في تعزيز تفاهم مع شريك حياتك. بالنسبة ليك ماليا هيبقى في تدفق للأموال جيد جدا في اليوم ده، ممكن تستفيد من الوقت ده عشان تدخل في استثمارات جديدة وخطط ادخار مربحة. بالنسبة ليك صحيا هتستمتع بمستويات لياقة جيدة جدا وهتتمتع من خلالها بمستويات عالية من الثقة، وهتستفيد استفادة قصوى من الوقت ده. بالنسبة ليك يواصل القمر عبوره لبرج الجوزاء لغاية المساء لغاية ما يدخل برج السرطان، هنبقى بنستمتع باللعب والأفكار ووضع الخطط. هنتطوق لكتير من الترابط لكن أنا هنسعى للقدام. هننتقل قمرنا لمنطقة السرطان في المساء، مع قمر السرطان هنتواصل بسهولة أكبر مع احتياجاتنا العاطفية، هيشكل المريخ خماسي وهنشك في فعاليات تأكيدات وجهود لمتابعة كل اللي احنا بجد عايزينه. كل ده هيؤدي لسلوك عدواني سلبي او دفاعي لإحباطنا، ممكن نلاقي صعوبة في اننا نكون حازمين وحساسين في الفترة دي. هنشاهد ما بيننا وبين بعض النهاردة تفاصيل كتير هيصعب اننا نثبت انفسنا بشكل فعال من غير ما نستفز، في ازعاج واضح وفي قلق للاشخاص اللي حوالينا. الحيلة هي الجمع ما بين كل الحساسية المباشرة بدل من اننا نضيق خياراتنا على اما ده او ده. بالنسبة لينا النهاردة مع آخر جانب للقمر قبل ما يتغير هيدخل لبرج السرطان، لازم نبقى مستعدين وحذرين أكتر ونبقى جاهزين لكل اللي هيحصل معانا، وخاصة المريخ هيبقى فيه قطاع شغلنا وقطاع الصحة اللي عندنا، هيبقى فيه تفكير سلبي في بعض الأحيان وانسحاب لبعض الأحيان. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.